شكرا لك، كثير حلو التوضيح. الله يبارك فيك. أقول لك أسباب عدم زيادة الوزن بالرغم رغم الأكل الجيد، صح كده؟ مش ده السؤال؟ ايوه، لا تنسى أن تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا لتقديم المزيد. شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم طيب المتابعة. هقول لك يعني مجموعة من الحاجات كده. ممكن يكون عندنا ارتفاع في معدلات الأيض، عندنا ارتفاع في معدلات الأيض. ارتفاع معدلات الأيض دي بتزيد ازاي؟ ممكن لو احنا عندنا مشاكل في الغدة الدرقية، الغدة الدرقية تكون بتفرز هرمون اسمه هرمون الثيروكسين بشكل كبير جدا. فهرمون الثيروكسين لما بيفرز بشكل كبير معدلات الأيض بتاعتنا بتبقى كبيرة. وممكن اصلا ما يكونش عنده مشاكل في الغدة الدرقية، لكن العيلة بتاعتهم طبيعتها ان هم معدلات الايض بتاعتها هم كبيرة، فتلقائيا مهما اكل ما يكونش بيزيد في الوزن. فلابد ان الطبيب يدرك هل هذا معدل الايض، معدلات ارتفاع معدلات الايض اللي عنده دي، هل هي مثلا سببها مشاكل في الغدة الدرقية او فرط نشاط الغدة الدرقية، ولا هي سببها حاجة مثلا كتاريخ مثلا عائلي او شيء من هذا القبيل. احيانا مرض السكر ايضا يكون سبب في عدم زيادة الوزن بالرغم من الاكل الجيد. في مرض اسمه مرض السيلياك، تعرفيه طبعا، او مرض بيسموه مرض حساسية القمح. الناس دي يعني بيقل وزنها بشكل كبير بسبب الضرر اللي بيحدث للامعاء الدقيقة نتيجة ده، يعني مرض حساسية القمح. يمكن لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السيلياك إن يقل وزنهم بشكل كبير، وده بسبب الضرر اللي بيحدث للأمعاء الدقيقة، بسبب الضرر اللي بيحدث للأمعاء الدقيقة نتيجة استهلاك الجلوتين، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية. والجلوتين ده عبارة عن، عشان ممكن الناس تبقى تسمعنا لأول مرة، ده بروتين بيوجد في بعض الحبوب، بروتين بيوجد في بعض الحبوب زي القمح والشعير والجودار. علشان كده يجب على هؤلاء المرضى إن هم يتبعوا نظام غذائي خالي من الجلوتين، علشان يحافظوا على الأمعاء الدقيقة بتاعتهم، علشان يمكنوا الجسم من امتصاص العناصر الغذائية. يعني ايوه ده ممكن برضو بعض الامراض المزمنه، ممكن بعض الامراض المزمنه يعني بعض انواع الامراض مثلا ممكن تسبب غثيان، تقيؤ، اسهال مزمن، وبالتالي صعوبه برضو في زياده الوزن كنتيجه للاسهال المزمن اللي موجود عندنا. ممكن الفرط الانشطه البدنيه مثلا، ان هو يكون حركته كبيره جدا، الحركه بتاعته عاليه جدا جدا جدا، كنتيجه للحركه العاليه جدا فهو بيستهلك السعرات الحراريه اكتر من الاكل اللي هو بياكله، فتلقائيا ما يحصلش برضو عنده عدم زيادة في الوزن. دي اسباب عدم زيادة الوزن بالرغم من الاكل يعني. أيوة، شكرا لك، كثير حلو التوضيح. الله يبارك فيك.